أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا ومحيي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه شيخا ومرشدا قد ذهبت إلى رسول الله وشفاء الله وبداية كلمات الله ودوام ملك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا وبمحيي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه شيخا ومرشدا قد ذهبت إلى رسول الله وشفاء الله وبداية كلمات الله ودوام ملك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا وبمحيي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه شيخا ومرشدا قد ذهبت إلى نفس الله وإلى نفس الله وبداية كلمات الله ودوام ملك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أضل سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل فلا يضل مدعين شفير المذنبين سيدنا محمد الحبيب الرؤوف الرحيم صلوات الله تعالى وسلامه المكرمين إلى شرف أهلهم وأزواجهم وذرياتهم وأهل بيتهم وأخبابهم وأصحابهم أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في عدد العالمين في كل وقت قضيه الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالديك آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا نبينا وسيدنا مولانا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما هو أهله عدد ما في دين الله ودعاء لله اغفرنا واغفر لنا وارحمنا عند مولانا وسلم ربي صل على النبي وسلم وعلى الآل والإمام الحسن. ربي صل على النبي وسلم وعلى الآل والإمام الحسن. ربي صل على النبي يا وهاب يا تواب تبارك
أكبر النبي وردك النبي خير الدنيا ودين يا وهاب يا تواب تب على المؤمنين صل سلم على شافي المذنبين وجاء مولانا صدق الأكبر الأمين وارزق النبي خير الدنيا ودين يا وهاب يا تواب تب على المؤمنين صل سلم على شافي المذنبين وارزق مولانا صدق الأكبر الأمين وارزق بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على الصراط المستقيم تهدي إلى العزيز الرحيم تسلم لك اللهم عنك رافع فهو مغفر لقد رفع الله على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناق هذا الرب الضعيف مقمرا وجعلنا من بين أيديه سدا ومن خلفه سدا فاشهدا فهم لا يبصرون سبحان الذي ما ترد من تجرم لا يؤمنون إنما تجرم عن تبعد الله الرحمن الرحيم وبشر ما من فاجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثاروا وكل شيء نسينا في إمام مبين قال ربنا وصل أسابق الأيات إن جاءك المسلمون إذا أرسلنا إليه مسلم فكذبوه ما كأرسلنا بساحر وقالوا إنا إليكم مرسلون وَلَا تَعْلَمُ مِنْ كُلِّ مِنْ لَكُمْ سِيَا
على النبي وسلم على الآل
لله والآمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من يدنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ربك آبائكم الأولين فهو في شك يلعبون وارتكبوا يا شهد الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا مذكر عبد الله رسول مبين ثم تولوا عنا قالوا أهلا مجنون إنا كاشف عذاب قليل إنكم عائدون يوم نفذ المسجد الكبرى إنا منتقمون وقد فضلنا قبلهم مؤمنون وجعل رسول كريم أن نزل إليهم وأخذ الله إن يكون رسول أمين وأن لا تعلموا الله إن يعطيكم كل واحد مبين وإن يوزن ربي وربكم أن ترجمون وإن تؤمنوا لعبادة جون فلا أرضوا أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعضي أنهم تبرعون فأذكر الفرد ربا إنهم جزء مرحون تنزلكم من جنات مريون وتزوي من طعم كريم وأنا مريكان فيها فاكهين فذلك وأسنا قوم آخرين وما بقت عليهم السماء والأرض ما قالوا مدرين ولقد نجينا من إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان فَأَجَبْنَا لَهُمْ مِنَ الْعَالَمِينَ وَأَرْسَلْنَاهُمْ إِلَى آيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ آبَاءَنَا يَقُولُونَ كَذَلِكَ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ بَيَانًا لِّيُنذِرَ قَوْمًا مِّن قَبْلِهِمْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى وَلَا شَفِيعًا وَلَا إلا من رحم الله إنه العزيز الرحيم إن جلد الزكوم لا أم الأسيم بل مولي عليك الهدوم خالي الحميم خذوه وعزيه إلى سباع الجحيم ثم صبوه فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت به تذكرون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سلسلة تفرق القابلين كذلك وجهه جناهم في بور الدين يدعون فيها في كل خلق كامل لا يدركون فيها الموت إلا الموت الذي قال من ربك ذلك هو الموت الأليم بينما يسرنا في ساعة ولم يتذكرون فارتكب إنهم مرتكبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إذا العرف عنا نبينا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع الله صلي على النبي وسلم على الآل وأم الحسنين ربي صلي صلي على النبي وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، راجل المصطفى ترى من فتور، ثم اجب فسخر الليل فلك اليك البدر خاسر واسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمسابيح جعلناها نجوم للشياطين واردناها ملاك السعير، وللذين قالوا بابي ملاك جهنم بئس المصير، اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تقاضى بينهم بغيظ كلما اتي فيها قوم صالح خلصوا ان يجدوا النذير، قالوا بلى قد جاء ياسير فكتبنا قلنا ما دخل الله من شيء بلا في راي كبير، وقال لهم ما اسمعنا كما قلنا في اصحاب السعير، فاتركوا بذنبي وسوف الى اصحاب السعير، ان الذي يكفرهم فهم يغير لهم امر واجب كبير، واسروا قولكم وجدوا به انه عليم بذات الصدور، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، قل بنا يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، قلت بنا والمسلمين يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، قلت بنا والمسلمين يا لطيف يا عليم يا خبير، هو الذي جعل لكم الارض لكم في مناكبها وكل بذره واليه النشور، امنتم من في السماء يرسلكم الطلب واذا هي تمر، امنتم من في السماء وسألهم كيف نذير، بل قد كذب الذي من قبلهم كيف كان نذير، أولم يكن الذين قبلهم صافات ما يقبلن ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن على الذي وجد لكم يسركم من دون الرحمن للقاكم إلا في غرور، أمن على الذي يرزقنا نصر الإتقان بل يجوب في الطب ملكوت، أمن يمشي مكيفا لا ودي على أمن يمسك شيئا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فإذا فعل السرور، قل هو الذي جاءكم في الليل وإليه تحشرون، فيقول متى هذا الوقت إن كنتم صادقين، قل إنما يريد الله وإنما نذير مبين، ولما رأوا يوسف تسيئت قل الذين كفروا إذا أصلي كنتم به تدعون، قل أيعلمون هذا من الله وهم يعلمون ومن يريد كافر من عذاب أليم، قل هو الرحمن وأمنا به وعليه توكلنا وسلام من ربي وعليه مبين، قل أيعلمون سماءكم ومن يأتيكم بماء معين،
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقية ليس لوقتها قاذبة، قابلة الرافية إذا وجدت الرجة، وفسد المال مسا، وقعت أفعال مبسا، وقلت ما زوال سلاسا، وأصحاب النعمة مع أصحاب الميمنة، وأصحاب المشجمة مع أصحاب المشجمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ذلة من الأولين وقليل من الآخرين. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وقال يبشرنا عند القليل، وقال يقولنا إذا كنا وكنا أتراب وإذا معنا مبعوثون، أفآباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين، لمجموعنا إلى صراط مهلون، ثم إنكم أيها الأولون المكذبون، لكن من جميع تركون، وما يرزق من البطون، فشاربون أهل الحميم، فشاربون شرب اللين، هذا الدروب والأفكير، فهو لك أكبر لا تصدقون، أفرأيتم وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
والله الذي لا إله إلا هو
وصحبه وسلم ما هو يوم هذا ما في ملا وتمام كلا وافو عنا وافو لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين ربي صلي بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمطر وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويجمع الاموات موتها وكذلك تخرجون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Wa la ilaha illa huwa.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت تبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالناس أي الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلي على النبي
اللهم صل وسلم وبارك على نورك سيدنا محمد الحبيب الرؤوف الرحيم به كان ما كان وبه يكون ما يكون وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بهذه كل معلوم لك ورفعان الوالدين المصطفيين المجتبيين صديقين شهيدين سيدنا عبد الله رضي الله تعالى وسيدتنا آمنة رضي الله تعالى عنها وعلتهما من الرضوان حتى ترضيهما وجزهما اللهم فضل لما جازيت به أبواه من ولديهما جزاء بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين وارحم والدينا ما هم يا أرحم الراحمين وأصلح أولادنا إلى الساعة يا أكرم الأكرمين عدد ما علمت وزنة ما علمت ومل ما علمت يا رب العالمين اللهم بحرمة الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين نجنا من الغم الذي نحن فيه نجنا من الغم الذي نحن فيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اقض حوائجنا في الدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا سترك الجميل اللهم استرنا سترك الجميل اللهم استرنا سترك الجميل اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وكثر المجار اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وشماتة الأعداء اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا مهيب يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واكفنا بفضلك من سواك اللهم اكفنا بفضلك من سواك اللهم اكفنا بفضلك من سواك اللهم إنا نعوذ بك من المغدم والمغرب اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وعند الله وليس بعدك شيء وعند الباطل وليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو خطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اغفرنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اغفرنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اغفرنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا في الدنيا والآخرة من أهل بلادك ببركة عوض العظم متبرك عليه رضي الله تعالى في كل وقت وحين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ما دامت الرحمة يا أرحم الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ما دامت الرحمة يا أرحم الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ما دامت الرحمة يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوات الجليل على أول خلقه أفضل سائر المرسلين أوزنا شيخنا عمر ولي مولانا كلنا ملاذنا آتنا مرادنا صلوات الجليل على أول خلقه أفضل سائر Take us out,
وخليفتي وجلوتي وخليفتي بالمصطفى love.